عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طالبات كلية زراعة جامعة الإسكندرية، أهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست اختر قسمك الموسم الرابع. موضوع حلقتنا النهاردة عن قسم من أقسام إنتاج نباتي، هو قسم غابات وتكنولوجيا الأخشاب. خلونا نرحب بالدكتور حسني أبو جازية، الأستاذ بقسم غابات وتكنولوجيا الأخشاب بكلية زراعة جامعة الإسكندرية. عمل كباحث بالاتحاد السوفيتي وله العديد من الأبحاث في المجال ونشر العديد من الكتب والمراجع العلمية. عمل كمستشار للعديد من المشاريع التشجير والغابات، منها مشروع الكازوارينا التابع لمركز تنمية الصحراء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. هنبدأ مع حضرتك بسؤال كده بسيط خالص، اللي هو هنعرف قسم الغابات للزملاء الطلبة. قسم الغابات هو بيطلق عليه الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، يعني بيشمل شقين أساسيين. الغابات اللي هو إزاي إن أنا أقوم بزراعة الغابات وإنشاء الغابات والعناية بها ورعايتها لحد ما الشجرة توصل للحجم الصالح للقطع واستفيد منها. تكنولوجيا الأخشاب ده عبارة عن الفرع اللي بيدرس جميع الخواص الطبيعية والفيزيائية والتشريحية للأخشاب علشان أحدد استعمالاتها. وطبعا هذا الجزء بيشمل كمان عمليات التصنيع لبعض المنتجات الخشبية، زي معمل الأبلكاج والخشب الحبيبي والحاجات دي كلها، عجينة الورق والحاجات دي كلها منتجات خشبية. طب وحضرتك الطالب دلوقتي ما بيبدأ يدخل ايه مجالات الدراسة او المواد اللي بيبدأ يدرسها؟ هو احنا دلوقتي مع نظام اللائحة الجديدة الطالب بيبقى داخل حاجة اسمها مجال انتاج نبات، يعني يمكن في سنة ثالثة معظم المواد اللي بياخدها بتبقى تبع هذا المجال. مجال انتاج نباتي بيشمل خضر وفاكهة وزينة ومحاصيل وأشجار، فالطالب بياخد في هذه المجالات. وهذا النظام اتعمل خصيصا علشان يوسع فرص العمل، ما يبقاش الطالب قصر على انه بتاع أشجار بس او بتاع زينة بس او بتاع خضر، وبعدين بيبدأ ياخد مواد في القسم. في مواد أساسيات زي تنمية واستثمار الغابات، في مواد خاصة بالتكنولوجيا، تشريح الأخشاب، الصفات الميكانيكية للأخشاب، في بيئة الغابات، وراثة الغابات، إدارة الغابات، دي كلها مسميات بمواد موجودة. بعضها ممكن يكون إجباري للمجال كله، وبعضها بيكون اختياري داخل القسم. تمام. وحضرتك باقي الأقسام، المواد اللي بتدرس من باقي الأقسام عبارة عن إيه؟ بيبقى كل قسم محدد مواد أساسية بالنسبة له لازم الطالب بتاعي ياخد فكرة عنها. ممكن الفاكهة يديله مثلا إنتاج فاكهة، المحاصيل إنتاج محاصيل، الخضر يديله إنتاج محاصيل أو فيسيولوجيا الخضر، حاجات بتبقى مهمة للطالب علشان لما يتخرج ميبقاش بس توجهه أشجار بس وما يعرفش إلا في الأشجار، لا يقدر لو راح أي مزرعة يقدر يشتغل في المحاصيل ويشتغل في الخضر ويزرع لك فاكهة ويعمل لك جزء تجميلي خاص بالزينة ويزرع لك مصدات رياح وأشجار والحاجات. علشان كده بقول إن فرص العمل متاحة لطلبة المجال كلهم بنفس الشق. ودايما كنت أقول إيه، ما تصدقش حد يجي يقول لك بتاع الزينة بيلاقي شغله، بتاع الغابات لا، بتاع الخضر ما بيلاقيش، وبتاع الأشجار بيلاقي. الكلام ده كله مش موجود دلوقتي مع اللائحة اللي موجودة حاليا. انت تقدر تشتغل وكلهم مجالاتهم موجودة، بس ممكن نقول ايه، بتاع الأشجار ممكن فرصته تبقى أكتر شوية لو اشتغل في شركات الأخشاب، بتاع الزينة أكتر شوية في اللاندسكيب، بتاع المحاصيل في المساحات الكبيرة اللي هو بيركز قوي على المحاصيل الحقلية، فممكن نقول بتاع المحاصيل إنما كلنا فرصنا متكافئة. وبالنسبة لحضرتك الطالب السنة أولى وسنة تانية، ايه المواد اللي يبداوا يركزوا عليها او يقروا فيها زياده شويه عشان تساعدهم يدخلوا القسم؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هو الطالب احنا اقسام نباتيه، كل الاقسام النباتيه اللي يهمك فيها اولا ان الطالب يجتاز مواد النبات اللي بياخدها في سنه اولى بنجاح، بياخد نبات ترم اول ونبات ترم تاني. لو اي مواد اساسيه، خد اساسيات فاكهه، خد اساسيات خضر، خد اشجار، يبقى لازم يكون ناجح فيها على الاقل. احنا ما بنحبش نعقد الامور ونحط شروط معينه نعقد بيها الطالب، احنا بنقول اللي عايز يقدم بيقدم، بس طبعا لازم يكون ناجح في المواد المؤهله اللي زي ما قلت لك المواد الاساسيه. ساعات بنقول عايز الطالب يبقى منقول بدون مواد، ما يكونش شايل مواد اي ماده، لا عايزين الطالب يبقى ناجح نضيف على الاقل. طيب الطالب جه قدم عندك وتقدم مثلا عدد معين من الطلبه، انا باخد الاعلى تقديرا، يبقى ما فيش حاجه اسمها القسم بياخد جي بي ايه قد ايه، لا ده بتتوقف على اللي تقدمه ونقي العدد الاعلى. اتقدم لي 50 واحد وانا عايز اخد 40، يبقى هاخد اعلى 40 واحد يتقدموا للقسم. طيب وبالنسبه لحضرتك المواد الاختياري، ايه المواد الاختياري في سنه ثالثه وسنه رابعه الطالب بيبدا يختار ما بينها، وهل دي بتاثر في تخصص معين بيبدا يتجه فيه؟ ده بيبقى نظام موجه ولا نظام معين، ليك جرعه معينه من مواد القسم، ليك جرعه مواد اساسيه في المجالات المختلفه اللي انت فيها، في بعض مواد اختياريه يقولوا عليها اساسيه، بيخيرك ما بين كذا ماده وبنفس عدد الوحدات بحيث ما تفرقش. في ناس يحطوا الاراضي كماده اختياريه، في ناس يحطوا ماده ثانيه هندسه زراعيه، انت تختار ما بين اراضي وهندسه زراعيه ما فيش اي مشكله. دي بتبقى في سنه ثالثه وفي سنه رابعه،
بيقولوا عليه اختياري عام. وبالنسبه لحضرتك للتدريب الميداني، التدريب الميداني بيتحط له برنامج كويس بيبقى متخصص قوي بالنسبه للقسم بقى، لان احنا بقى عايزين الطالب ينمي نفسه في المجالات بتاعه القسم. بيبقى جميل قوي، بنوديه رحلات خارجيه، بنوديه حدائق، بنوديه غابات صناعيه. بصراحه حتى كان دايما الناس يقول لك انا هخش اشجار عشان بتوع اشجار بيفسحوا الطلبه بتوعهم كويس وبيودوهم اماكن كويسه، وانا بقول لا، هي مش فسحه ولا حاجه والله، بس هو طبيعه شغلنا. يعني انا بودي حديقه الارمان في القاهره، دي من الحدائق النادره جدا، فيها عدد كبير جدا من الانواع. عايز اقول لكم انا لما بروح الحديقه والف فيها بيبقى في انواع كتيره انا نفسي ما اعرفهاش، فلما الطالب يروحها حاجه جميله. بودي حديقه انطونياجس، ودي حديقه نباتيه مهمه جدا. بنوديه شركات اخشاب، بيروح ويشوف تصنيع الخشب الحبيبي وخشب الابلكاج والحاجات دي، بتبقى خبره كويسه. وعلى قد ما بنقدر نوفر له بنوديه غابات صناعيه مزروعه على مياه الصرف الصحي، وبيشوفها على الطبيعه. حتى يمكن السنة اللي فاتت في أحد المقررات الدراسية طلبنا عربية أو أوتوبيس من الكلية، الدكتورة نجوى ادتهولنا ورحنا بيه في عملي مادة من المواد، محدش بيعمل كده، ونزل معاهم ثلاثة من الأساتذة. لما كان القسم بيقبل عدد صغير أنا كنت بجيب عربية، بأجر عربية وباخد الطلبة وأديهم المنتزه وأديهم المشاتل، ويعني معلش على حسابي بدفع اجره العربيه، ايه المشكله؟ المهم ان احنا نحط بصمه الطلبه يفضلوا طول عمرهم فاكرنا. ولحد دلوقتي طالب خريج 2003 كان عندي امبارح جاي يزورني وبيسال في استشاره معينه برضو مجانيه، ما فيش اي مشكله. فاحنا مكاتبنا مفتوحه وقسمنا مفتوح وقلوبنا مفتوحه لاي حد يحب يستعين بينا او يستفيد مننا. طب ده حضرتك بالنسبه للتدريب الميداني اللي هو ماده اساسيه، هل بيبقى في بقى رحلات ميدانيه او مثلا تدريب صيفي للطلبه المتاح؟ لا، ما هو التدريب الميداني دلوقتي كان زمان اسمه تدريب صيفي، انما لو جالي طالب وقال لي انا عايز اتدرب مثلا في احد المشاتل، ده بيبقى اتصالات شخصيه، وان كانوا اصحاب المشاتل ما بيوافقوش قوي يقول لك لا احنا عايزين مجموعه تيجي ويبقوا تبع الكليه وتجيب لي جواب رسمي من الكليه. انما بنقدر نخلق هذه الفرص ونقدر نودي الطلبه برضه ونشوف لهم اماكن، او ابعتهم يتدربوا في حديقه انطونياجس، وخاصه لو طالب عايز جاي يتدرب مجانا مش عايز مقابل، بتبقى الفرصه سهله قوي واحنا ما بنتاخرش عنهم في اي حاجه. وبالنسبه للبنات يا دكتور، فرصهم متساويه مع الاولاد برضو في المجال؟ بالنسبه للبنات، ودي النقطه دي تهمني قوي، انا عايز اقول حاجه. الكليه بتقبل طلبه وطالبات، يبقى طالما بتقبل طلبه وطالبات يبقى المفروض ان كلهم مؤهلين وفرصهم كتير. مش عايز اشكك ابدا في قدرات البنات، بالعكس ده انا عايز اضيف اقول البنات ساعات بيسدوا قوي وبيبقوا كويسين قوي وبيبقوا بنات جدعان. مش عايز اقول زي الرجاله، لا، البنت ممكن اقول عليها بنت جدعه يبقى حاجه كويسه قوي. وعايز اقول ان احنا في الفتره الاخيره في القسم من 2009 الاوائل على الاقسام كانوا بنات، يعني تعين حوالي 5 أو 6 لحد دلوقتي بنات. البنت فرصتها متكافئه، تقدر تشتغل، بشوف بنات تنزل وتشتغل وتعمل كل حاجه. عندنا الدكتورة مروة وهي مدرس مساعد نزلت تجيب النماذج بتاعة الامتحان وقعدت تلف طول اليوم، معاها عامل ومعاها مساعد فني جايين يقولوا منها لله هدت حيلنا، فقعدت من الساعة 9 للساعة 5 تلف معاهم يجيبوا نماذج. لا، البنات لما بيشتغلوا بيسدوا كويس، وعندي مجموعة مميزة جدا، يعني احنا بنفتخر بيهم في كل حد. وبعدين مش عايز حد يبص لها من ناحيه ثانيه يقول لك يبقى انتوا بتتحيزوا البنات وتعينوهم، لا، البنات هم اللي كانوا بيتفوقوا في الفتره دي. هنعمل ايه؟ عمرنا ما نظلم حد، وعمرنا ما نظلم ولد عشان نعين بنت، وعمري ما هظلم بنت عشان اعين الولد اللي بعدها او الثالث او الرابع. لا، كلهم فرصهم متكافئه والقسم بيرحب بيهم وفي اي وقت ويشرفونا جدا. طب وبالنسبه لفرص العمل حضرتك للذكور بقى والبنات؟ فرص العمل بطبيعة الظروف وطبيعة المرأة المصرية الظروف هي اللي بتحكمها أكتر، إنما البنت كتركيب وجسماني وكل حاجة تقدر تسد وتبقى كويس. يعني الولد مثلا ممكن يقول أنا هروح أشتغل في مزرعة في وادي النطرون ومطلوب أنه مثلا يقيم هناك، البنت ممكن، وهيوفروا له إقامة، البنت ممكن ما تتوفر لهاش الظروف دي، يبقى خلاص دي حاجة خاصة بيها كبنت. إنما لو هي قريبة من وادي النطرون وتقدر تروح وتيجي وقالت له أنا هبقى موجودة لحد المغرب، هيقول لها أهلا وسهلا. فحكاية إن فرصة البنت هي نتيجة لظروف المجتمع عندنا، فممكن فرصتها تكون أقل شوية. ما هو برضو في المصانع البنت بتروح من الساعة 8 وترجع الساعة 4 لما توصل بيتها الساعة 6 أو 7، فبرضو ساعات بتبقى صعبة بالنسبة لها. إنما فرص العمل دي بتاعت ربنا أولا، وثانيا حسب مجهودك واجتهادك ورغبتك في إن أنت تشتغل وتؤدي حاجة وتعمل حاجة. طب وإيه مجالات الشغل بالنسبة لخريج القسم؟ برضو مش عايز أقول خريج القسم أو خريج أحد تاني، أنا بتكلم بوجه عام على العلوم النباتية. القسم زيه زي بقية الأقسام النباتية، ممكن يشتغل في المزارع ويشتغل في المشاتل، بالإضافة لأن بتاع الغابات ممكن في شركات الأخشاب يلاقي فرص للعمل سواء بنت أو ولد.
إنما بتيجي تلاقي مثلا كنت قاعد وبنزور شركة من الشركات والمدير بيتكلم معايا ويقول لي أهلا وسهلا وبتاع، وقال على مرتب معين، لقيت الولاد كل واحد له أبوزه من ناحية، وقال لي شوف بيقول كام شوف بيقول كام. ما أنت لسه يا ابني بتبتدي، اعتبرها بداية، وبعد كده هو لو لقاك مجتهد في عملك وكويس هيزودك ويديلك. فما بيفرقوش بين البنت والولد وكله يشتغل، وقدرتك ومواصلتك واجتهادك وحبك للعمل هو اللي بيحدد. طب لو حد حابب يعمل مشروع، ايه اللي ممكن المجال اللي هو عايز يفتح فيه مشروع يبقى ايه؟ هو طبعا في الاقسام النباتيه والحاجات دي بتبقى عايزه امكانيات شويه، لو عندك امكانيه ماديه شويه يبقى الفرصه انك تعمل مشتل، ولازم برضو يكون أبقى أحسبها كويس من ناحية الاقتصادية. ودايما برضو بوجه لما نيجي نتكلم عن مشتل هنلاقي الناس يقولك زينة، لا المشتل بيشمل كل الأنواع، أنت ممكن تعمل فيه حاجات زينة، وممكن تعمل فيه أشجار خشبية، وممكن تعمل فيه شوية محاصيل خضر، ما فيش أي مشكلة، وتعمل أشجار فاكهة، وفي أنواع زي أشجار الفاكهة والحاجات دي، كل ما تقعد في المشتل عندك قيمتها بتزيد وتمنها بيزيد، ما فيش أي مشكلة. فممكن يعمل مشاتل، في ناس دلوقتي بتعمل لو عنده مكان في البيت حتى وسطح أو بتاع، بيجيب هو أصص ويجيب نباتات ويعمل عملية تفريد ويعمل عملية تدوير ويربي نباتات عنده وبيعمل تسويق أونلاين. ففي دي برضو بتبقى فرصة للعمل وفرص كويس، بس زي ما بقول يا جماعة لازم يبقى عندي الرغبة في التعلم. طيب حضرتك بالنسبة للطالب اللي حابب يكمل دراسته بالخارج، هل في منح متاحة للقسم؟ هو لحد دلوقتي أنا ما جاتش قدامنا حاجات زي كده، إنما إحنا القسم بالنسبة للدراسات عندنا عملنا حاجة اسمها دبلوم التشجير البيئي، وإن كانوا بيقولوا بقت اتلغت الدبلومات دلوقتي وهتبقى اسمها ماجستير مهني، إنما احنا كنا عملناه ليه؟ لأن الدبلوم كان مؤهل لتسجيل الماجستير، عشان تسجل ماجستير لازم تكون جايب تقدير تراكمي جيد على الأقل. طيب طالب جايب مقبول ونفسه يكمل دراسات عليا يعمل دبلوم، الدبلوم بتاع فيك من الشرط ده، فكانوا بيقدموا دبلوم عشان يعمل ماجستير، وعندنا حالات كتيرة عملوا دبلوم وعملوا وسجلوا ماجستير، ويمكن في ناس دلوقتي في مرحلة الدكتوراه وقرب يخلص. فإحنا بنمنح درجة الدبلوم اللي هي بقت ماجستير مهني، وبندي درجة الماجستير وبندي الدكتوراه. طب يا ريت لو حضرتك برضو توجه لنا كده كلمة للطلبة بتوع الداخلين سنة تالتة، يعني يدخلوا القسم يعملوا ايه او يقدروا يتوجهوا ازاي؟ في نقطة مهمة جدا يا جماعة وانا دايما بحب اقولها، قلتها في الاول، انا ما بحبش اتحيز للقسم بتاعي، انا عايزك تختار المجال اللي انت فعلا انت درست اساسيات، درست خضر ودرست فاكهه ودرست زينه ودرست اشجار، شوف المجال اللي انت فعلا كنت بترتاح له، مش بس مجرد الدكاتره، لا نفسيا، وحابب انك تتعرف عليه وانك تكمل فيه واختاره. بس لما تيجي تكتب الرغبات بتاعتك، كتبت الرغبه الاولى، نقي كويس واكتبها كويس وشوف برضو ظروفك ايه وامكانياتك وتقديراتك وكل حاجة. بدأت تكتب الرغبة التانية، انسى تماما الرغبة الاولى واكتب الرغبة التانية كأنك لسه بتختار من الاول، ودقق فيها قوي واختارها بحيث لو ما جتلكش الاولى تجيلك التانية. طيب بدأت اكتب التالتة، نقي برضو بدقة واختارها بدقة واكتب التالتة واكتب الرابعة، اكتب كل اللي مطلوب منك. طيب هتيجي انت النهاردة ما جتلكش الاولى ولا التانية وجتلك التالتة، اقول يا خسارة، لا ده انا كنت عايز الحاجة الفلانية، طب احول احسن، طب ما كتبتهاش ليه من الاول؟ فاكتب الاول بدقة، وبلاش عملية البلبلة والتحويل والمش عارف ايه، الكلام ده برضو مش كويس لانه بيعمل الطالب نفسيا شوية ويأثر عليه. يبقى اهتم قوي بكتابة الرغبات واختار الحاجة اللي انت بتحبها، طبعا مع الوضع في الاعتبار، لو انا جايب تقدير عالي وكويس وعندي رغبة ان انا اتعين معيد، بلاش كلنا نتكون في قسم واحد بلاقي خمسة ستة من اللي جايبين تقديرات عالية قوي رايحين لي مثلا قسم المبيدات، وفي الاخر واحد اللي هيتعين منكم يا جماعة. لا بالعكس، ده انت ممكن تلاقي قسم في الكلية، انا بقول كل اقسام الكلية كويسة عشان ما حدش يغلطني، لقيت قسم في الكلية معلوش اقبال قوي وانت جايب تقدير، ادخله هتطلع الاول وممكن تتعين معيد، ايه المشكله؟ نقي القسم اللي يتناسب مع امكانياتك. لما بقول يتناسب مع امكانياتك، انا ما بعيبش في اي قسم من الاقسام، ولكن بدي مثالين، واحد عنده حساسيه في صدره وتعبان وصدره تعبان، بلاش كيمياء مبيدات، يقول لك كيمياء مبيدات ويأكد قوي على كيمياء مبيدات، ما انت ممكن تتعب، مش عايز بتوع مبيدات يزعلوا مني، ده انا بتكلم على ظروف واحد معين. واحده بتخاف من الكتكوت وتترعب وتجري تجري في الشارع وتيجي تقول لي اخش انتاج حيواني، هتتعاملي مع الحاجات الكبيرة دي والحيوانات والفراخ والبط والوز ازاي؟ في واحد يقول لك ايه، لا انا مش عايز الزهور والزينة، اصل اللاتين بتاعهم كتير. ما انت خدت اللاتين الكتير، خلاص خلصت اللاتين الكتير، مش هتاخد في كل مادة تاخدها في الزينة لاتين كتير. ما تخافوش من المواد عشان الاساسيات اللي انت خدتها، ما هو اساسيات بيديك اكبر كم ممكن عشان لو ما دخلتش زينة تبقى عارف كمية كبيرة. وخد المعلومة كنوع من الحب،
لو حبيت العلم وحبيت الحاجة هتتبسط بيها. وأنا طالب في سنة تالتة وأنا بدرس زهور وزينة، كان في معرض الزهور بيتعمل في حديقة أنتونيادس، وكان المعيدين بينزلوا يراجعوا معانا هناك ويلفوا معانا هناك. أنا كنت واخد الكشكول بتاعي وبلف بمجموعة الطلبة زي ما هنشوفوا بقى حب المادة وعارف النماذج، وقلت لهم لا أنا هلف بيكم وخلاص، مش مهم، مش محتاجين معيد يلف بينا. حبوا المواد، المواد هتحبكم وهتتفوقوا فيها وتبقوا كويسين. بسمي نفسي عاشق كلية الزراعة، بحب كلية الزراعة ودخلها برغبتي، من في قلائل داخلينها برغبتهم، أنا داخلها برغبتي. كنت وأنا صغير، لما وأنا صغير كده ما حد يسألني عايز تطلع إيه أقول له مهندس زراعة، وحققت رغبتي الحمد لله. صحيح والدي كان عايز لي كلية طب أو كلية صيدلة، بس الحمد لله فرح بيا وفخور بيا وربنا أمد في عمره لحد ما أخدت الدكتوراه ورجعت من الاتحاد السوفيتي. حضرتك كلمنا بقى بالنسبة للاتحاد السوفيتي ده، شجع حضرتك الطلبة يسافروا؟ أنا بقول حاجة، السفر بتشوف كل شيء جديد وبتشوف حاجات جديدة وبتشوف عالم جديد وناس جديدة وكل حاجة جديدة. لو أتيحت لك الفرصة ما تضيعهاش، بس ما تعيش أملك إن أنت تسافر وتبقى قاعد متعقد ومتضايق. لو جات لك الفرصة سافر. أنا لما سافر كان حتى العلاقات مع الاتحاد السوفيتي مش قد كده، أنا مراتي قعدت معايا 3 سنين، بقول إن دول كانوا أجمل 3 سنين في عمري. شفت طبيعة، شفت التلج في الشوارع، شفت التلج على الشجر، شفت النباتات ما شفتهاش قبل كده، شفت معاملة حاجة جميلة جدا جدا. الناس هناك جديين جدا وصادقين، بالرغم من في نقطة عايز أقولها، أن الاتحاد السوفيتي إحنا كل الفكرة عندنا أنهم ملحدين ومش ديانة وبتاع، الكلام ده ما كانش ليه أي تأثير، وتلاقي الناس محترمة. كنت أتعامل مع المشرف بتاعي لما كان يقف ويتكلم مع ستات أو بنات دايما عينيه في الأرض، أقول طب ده مين اللي قاله على غض البصر اللي إحنا بنقوله؟ كان راجل محترم جدا وذوق جدا. بخاف أقول الكلام ده، ساعات يقول لك أيوة يا عم بقى ده راح الاتحاد السوفيتي ورجع بقى شيوعي. شيوعي إيه؟ لا ولا شيوعي ولا حاجة. فاللي يجيله فرصة للسفر يسافر، بس ما توقفش حياتك على السفر وتقعد بقى لا، اعمل نفسك في المكان اللي انت موجود فيه. فارجو ان انتوا تنقوا كده بالراحه وباهتمام، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. ومكتبي مفتوح لكم في اي وقت، انا موجود على صفحتي على الفيسبوك، بحاول انزل لكم الحاجه اللي تفيدكم، بحاول اتواصل معاكم. انا كنت بنزل للطلبه حاجات في الزهور والزينه، يمكن اكتر من الزهور والزينه بينزلوها، وربنا يوفقكم جميعا.